بسم الله والابن روح قدس اله واحد امين. النهارده حد النصره، حد الغلبه، زي ما سمعنا اخر ايه في انجيل النهارده، ثقوا انا قد غلبت العالم. حد النصره. لكن القصه ما ابتدتش النهارده بان المسيح بس قال لنا ثقوا انا قد غلبت العالم. القصة ابتدت من التجسد، القصة ابتدت من منذ الأزل، القصة ابتدت من سقوط آدم وتدبير الله للخلاص. مفتاح النصرة في حياتي أنا كإنسان مؤمن هو مش بس إيماني بأن الله قوي ويقدر يديني نصرة على أعدائي وعلى أشرار على أي شيء، لكن يبتدي بإدراكي لسر التجسد. إحنا كتير قوي بنسيء فهم الآية بتاعت ثقوا أنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. نفتكر ساعات إنه الله بس بيقصد بينا ويحمينا من الشر الأرضي أو من الأشياء اللي هتسبب لنا شدائد أو من ضيق، لكن بالعكس هو قال في العالم هيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هذه النصرة مش بس على الأشياء المادية، مش بس على أعداء الأرضيين، مش بس عشان ربنا يحميني من الشر ومن المرض، لكن هذه النصرة تيجي من إدراكي لسر التجسد. كون أن الله يظهر في الجسد في شخص ابنه يسوع المسيح ويعيش حياتي وياخد جسدي ودمي ويعيش حياتي ويمر بكل الظروف اللي أنا عديت بيها، كل مراحل نمو الإنسان، كل تفاصيل حياتنا الدقيقة اللي احنا عايشينها يوم بيوم ولحظة بلحظة، ويتواجه بالخطية ويتواجه بالضعف ويختار إرادة الله، لا تكن مشيئتي بل فلتكن مشيئتك، وياخد هذا الجسد ويصعب بيه على الصليب ويدفن ويقوم ويغلب الموت ويغلب الموت ويصعد بهذا الجسد، يصعد بي أنا، يصعد بي أنا بجسدي، أنا فيه، أنا محمي فيه، أنا في هذا الجسد المصلوب المدفون القائم الصاعد والآن هو الجالس عن يمين الله الآب. إدراكي لهذا السر إن أنا في شخص المسيح المتجسد، من تاني هكررها لأنه النهاردة مش همي إن أنا أقول لكم إن هو اطمنوا ربنا هيحفظكم من الشر ومن المرض، طبعا ده أكيد ودي بركة، لكن عاوزين في الأول إنه إيه، اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها بالضبط. فمش عاوزين نقلق قوي إن ربنا هيحفظنا من الشر ومن المرض ومن الناس الوحشة، ده لو إحنا في مشيئة الله، لو إحنا ماشيين في طريق الله الطبيعي إن إحنا محميين فيه. لكن النهاردة أهم حاجة إن إحنا فعلا يبقى عندنا إدراك لهذا السر، سر التجسد. ده مفتاح الخلاص، ده مفتاح النمو، مفتاح العمق، مفتاح ان انا افهم مكانتي ومكاني في الله. يقول كده معلمنا بولس: الذي اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. عمرك فكرت في الآية دي؟ احنا للاسف احتفالاتنا بالاعياد اغلبها بتبقى احتفالات سطحيه قوي، بنحتفل بعيد عشان نهيص او عشان نفتكر حقيقه تاريخيه وعقائديه، لكن احتفالنا بالعيد لازم يعدي بينا الى 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 هذا المفهوم ان انا في شخص المسيح المولود اللي تعمد في نهر الأردن، اللي صام وجاع
وانتصر على إبليس. أنا كنت في شخص المسيح، أنا كنت في جسد المسيح وهو بيشبع الجموع وهو بيواجه بيلاطس وهو على الصليب وهو بيجلد. أنا اتجلدت معاه، أنا اتسمرت معاه، أنا اتدفنت معاه. وده اللي احنا بنقبله فعليا وحرفيا في سر المعمودية. يعني بالإيمان أنا أؤمن أن أنا في جسد، ما هو أخذ جسدي، أنا أخذ طبيعتي، لكن طبعا بلا خطيه زي ما احنا عارفين، أخذني أنا فيه. ده قبول، لكن إزاي أعيش هذا الإيمان حرفيا؟ إزاي أموت معاه وأدفن معاه لما بتعمد؟ عشان كده قلت لكم كتير ان احنا محتاجين ان احنا نبص باك على المعموديه بتاعتنا ونعيد عهد المعموديه، زي ما بنقول كده للاب والام بنيابه عن الطفل: اجحدوا ابليس واقبلوا المسيح. اقبلك ايها المسيح الهي بكل نعوميسك المخلصه كل اعمالك المعطيه الحياه. أنا محتاج في ذكرى معموديتي أو في كل يوم، لأن في كل يوم بقدم توبة هي معمودية جديدة. محتاج أن أنا أقبل المسيح، محتاج أن أنا أنكر إبليس، محتاج أن أنا أجحد أعمال الشيطان. فأنا في شخص المسيح فيه جسده، أخذت موته، أخذت قيامته، أخذت صعوده بالضبط لما أنا كده اتدفنت في مية المعمودية وقعدت شوية في القبر تحت المية، وقمت طلعت من المية وصعدت إنسان جديد أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. لكن المشكلة إن إحنا نخلي بس المعمودية أو الإيمان بتاعنا أو الأسرار بتاعتنا ماضي أو ذكرى أو عيد سنوي. هو ده الخطر، إن إحنا بنستخبى وراء هذه المواسم. لكن مفتاح النصرة إيه؟ إن أنا أعيش هذه الحقيقة. إزاي؟ النهاردة في إنجيل قداس، قبل ما المسيح يقول لنا ثقوا أنا قد غلبت العالم، في أول الإنجيل النهاردة الأرينا يقول كذا: الحق الحق أقول لكم أن ما تسألونه من الآب باسمي فإياه أعطيك. وقال المشكلة بتاعتنا هي إيه؟ إلى الآن لم تسألوا شيئا باسمي، اسألوا فتأخذوا ليكونوا فرحكم بالضبط. كتير قوي مضطر، يعني غصب عني ساعات كده بلاحظ، يعني الواحد بيشوف وشوشنا وإحنا بنتناول معناش فرح، مهمومين، مكتئبين، متضايقين، خايفين، عاوزين نخلص ونمشي، لكن ما عندناش الفرحة إن إحنا مقبلين على سر حياتنا. لاحظ نفسك كده النهاردة كده أو المرة اللي فاتت، داخلين كده وإحنا كلنا وجوم. طبعا محتاج يبقى عندي مخافة للسر، لكن في فرق بين المخافة وبين الاكتئاب أو بين الحزن أو بين الوجوم أو بين إن أنا مثقل. بالعكس، أنت داخل على سر حياتك، أنت داخل على سر خلاصك، أنت داخل على مفتاح النصرة. لكن هرجع للموضوع بتاعي، ليه ما عندناش فرح؟ ليه ما عندناش غلبة؟ إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. ايه هو اسم يسوع؟ هل هو بس مجرد اسم؟ اقول يسوع مسيح ومشاكل هيتحل؟ لا، لكن الاسم بيحمل قوة المخلص، بيحمل قوة هذا الشخص، بيحمل تجسده، بيحمل صليبه، بيحمل فدائه،
بيحمل قيامته وصعوده اللي هي موتي وقيامتي وصعودي معاه. لما قال كده ما تسألونه الآب باسمي فإياه يعطيكم. لما أفهم إيه هو اسم المسيح، لما أدرك حقيقة الخلاص، هبتدي أتكلم مع الآب بحسب قلبه، بحسب فكر الله. عاوز تفرح وعاوز هتنتصر في حياتك على إبليس وعلى ضعفاتك وعلى خطاياك، ابتدي افهم ما هو اسم يسوع. فأمثال يقول كده اسم الرب برج حصين، يرقد الصديق إليه ويتمنى. وإحنا في الأجبية بنصلي كتير مزامير بتتكلم على اسم الرب. في الساعة التالتة في المزمور 19، أول مزمور في الساعة التالتة بنقول كده إيه؟ يستجيب لك رب في يوم شدتك، ومن تاني ادعوني في وقت ضيق أنقذك فتمجدني، أو في العالم هيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت. ففي يوم الشدة هيستجيب. طب إزاي؟ ينصرك اسم إله. أوكي بنقولها وبنعدي عليها عشان إحنا عاوزين نخلص المزامير، مش كده؟ عشان عليا قانون عاوز خلاص، عشان اخش على الانجيل، عشان اخش على قطعه واخلص. لكن ينصرك اسم اله يعقوب. اقف شويه عندها، ايش معنى اسم اله يعقوب؟ ليه ما اختارش ابراهيم ولا اسحاق ولا يشوع ولا موسى؟ ليه اختار اسم اله يعقوب؟ ينصرك اسم إله يعقوب. ليه؟ لأن يعقوب عمل إيه؟ اتصارع. واتصارع عشان إيه؟ اديني البركة اللي عندك. لن أطلقك ما لم. هذا هو اسم إله يعقوب. عاوزني أتصارع معاه، عاوزني أتحاجج معاه، عاوزني أطلب منه ما لي عنده. عشان كده النهارده في الكاثوليكون يقول كده لتكثر لكم النعم والسلام مبارك رب اله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بكثره رحمته ولدنا ثانيه رجاء حي بقيامه يسوع المسيح الاموات. لايه؟ لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات. ده الكنز بتاعك، ده الميراث بتاعك. اطلب حقك في الميراث. اسم إله يعقوب اللي تصارع مع الله ورفض ان هو هيترك الله ان لم يحصل على البركة. هذا هو اسم إله يعقوب. ما تكتفيش انك انت بس تقول يا رب يسوع المسيح، افهم معنى هذا الاسم، ايه افهم ايه هو مطلوب منك. ويقول كده هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا وانتصرنا. يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك. في الساعة السادسة أول مزمور أيضا بنقول له كده على طول، اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي. طيب لما تقول له باسمك خلصني، المفروض إن هو بيدور في مخك هذا الاسم عمل إيه لخلاصك، وان كل يوم انت بتقول هذا الاسم بتطلب خلاص يسوع، وتحط نفسك في هذا الجسد، بتحط نفسك في هذا الموضع، بتحط نفسك فيه جنب المسيح المفتوح، تقوله باسمك خلصني بقوتك
أحكم لي. وفي آخر مزمور كده إيه؟ أعترف أو بيقول كده: هو زله عوني ورب ناصر نفسي، يرد الشرور على أعدائي، بحقق أستأصلهم. يا لو أنت ليك أعداء أو ليك ناس يريدون لك الشر، أو حتى إبليس، لأن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، مش كده؟ مشكلتك مش مع الناس، حتى الأشرار في حياتك، مشكلتك مع إبليس اللي للأسف بيحكم بعض الناس. بيقول كده إيه؟ بحقق أستأصلهم بحق المسيح، بحق الكلمة. عشان كده لو أنت عاوز هتستأصل أعدائك ويكون لك غلبة ونصرة، لكن في اسم المسيح بالحق، اطلب حق الله، اعرف حق المسيح، زي ما قال كده بولس الرسول: فقط عيشوا كما يحق. اعرف حق الإنجيل قبل ما تدور على الفرح والنصرة وان ربنا يباركك وينصرك ومعرفش ايه. اعرف حق الإنجيل، اشبع بالكلمة، افرح بالكلمة، اطلب الكلمة، اعرف انت ليك ايه في الكلمة. هو ده اسم المسيح. المزمور اللي احنا كلنا بنحبه في الساعة السادسة: الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. يقول كده: يقول رب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليك. وبعد كده يقول بنجيم فخ الصياد من كلمة مقلقة وكل الحاجات الحلوة اللي احنا عاوزينها، لكن مفتاحها ايه؟ حاجتين. أول حاجة: الساكن في عون العلي، أو المخبي نفسه تحت حمى القدير، في ظل جناحيك أختبئ. هل أنت مختبئ في ظل جناحي؟ هل أنت ساكن وبتسكن نفسك في محضر الله وتحت حماه وتحت جناحيه، ولا أنت عايش حياتك وبس عاوز أن ربنا يباركك؟ لو وأنت ملكش أي علاقة، مش بتكلمه، مش بتسمعه، مش بتحبه، مش بتخدمه، مش بتطلب مجده، مش عايش عشانه، وفي الآخر عاوز ربنا يبقى معاك ويباركك ويفرحك ويخلصك ويبقى ليك مكان في السماء، ما ينفعش. لو أنت عاوز كل البركات دي، الساكن في عون العلي هو ده اللي هيستريح، يعني هيستريح في ظل إله السماء. أسكن في قلبه، أسكن في حماه. وبعد كده في آخر المزمور بنقول: لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، على أيديهم يحملون. احنا عاوزين كل الحاجات دي، مش كده؟ انا عاوز ان الملائكه تشيلني، انا عاوز ان هو يحميني، عاوز على ان هو لألا تعثر بحجر رجلك حاططها الافعى والحياه وتسحق الاسد والتنين. دي حاجات احنا كلنا عاوزينها، لكن لسه في شغل عليا. لانه علي اتكل فأنجي، ارفعه جاي اهي، لانه عرف ايه؟ اسمي، يدعوني فاستجيب له. ليه كل الحاجات دي، البركات دي هتيجي؟ نتيجه طبيعيه لانه عرف اسمي، لانه عرف اسمي. النهارده الدعوه ان احنا نعرف اسم يسوع. ما تقلقش على البركة والحمى والصحة، ما تقلقش، لكن حط همك وحط قوتك وطاقتك انك انت تعرف اسم يسوع. يدعوني فاستجيب له، معه انا في الشدة انقذه وامجده، من طول ايام اشبعه واريه خلاصي. ازاي؟ لانه عرف اسمي. فالحاجات دي كلها بقى كده يبقى ليها النهاردة معنى، لما المسيح يقول في الأول:
حتى الآن لم تسألوا شيئا باسمي. وما تسألوا من الآب باسمي فإياه يعطيكم. اسألوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. من خبرتنا في الحياة إن إحنا مهما أخذنا فرحتنا مش كاملة، مش كده؟ مهما أخذنا وكبرنا وحوشنا وروحنا وجينا لسه في something missing، لسه في حاجة ناقصة كبيرة في حياتنا. اسأل أي حد عايش، هل أنت فرحان؟ يفكر شوية، ويا إما هيكذب على نفسه وعليك ويقولك آه أنا فرحان وكل حاجة زي الفل، يا إما هيسكت، يا إما يقولك مش عارف. مفيش فرحة كاملة إلا في اسم يسوع، مفيش فرحة كاملة إلا في مصدر الحياة، في شخص الرب. عشان كده مهما كانت الضيقات، هتكون في ضيقات، هو ما تحكش عليا، كل واحد هيشوف ضيقة أيا كانت، لكن ثق أنا قد غلبت، وأنا دي هو اسم يسوع، يهوى أنا هو. فاكرين كده لما الجنود كده راحوا على المسيح عشان يقبضوا عليه، وقال لهم من تطلبون؟ فقالوا لهم يسوع نصير. فقال ايه؟ انا هو. فايه اللي حصل؟ مستحملوش. هو ده اسم المسيح، لانه عرف، اعرف اسم الرب يكون ليك سلطان على ابليس وعلى الحياه وعلى كل قوه العدو. حياتنا يا جماعه احنا عبادتنا مش عباده شكليه ولا طقوس ولا أعياد ولا أصوام. العبادة الحقيقية هي السجود لله بالروح والحق، أنك أنت تعرف حق الإنجيل، تعبد الله بالروح. في لوقا 17 10 بورس راحوا للمسيح عشان يشفيه، مش كده؟ شفاهم. التسعة مشيوا فرحانين، وفي واحد رجع، ومكتوب كده ان هو ايه؟ اتى وسجد ليسوع. عشرة في المية بس من اللي بيسمعوا الكلمة النهاردة هيروحوا البيت ويسجدوا ليسوع. عشرة في المية من اللي بيتناولوا النهاردة ممكن هيروحوا ويفتحوا الكتاب ويسمعوا صوت الله. الباقي هيتناول، الباقي هياخد شفاء، الباقي هيترشم بالزيت ويعيد ويصوم ويفرح ويروح ويجي ويمشي. لكن 10% هم اللي هيسمعوا فعلا، وهم اللي هيرجعوا ويعبدوا ويسجدوا ويسكنوا في عون العلي. هل أنت عاوز تبقى من 10% دول، ولا عاوز تبقى من 90% الماشيين في وسط الزحمة اللي بياخدوا بركة من الله؟ أخدوا بركة، اتناولوا، أخدوا قربانة، أخدوا زيت، أخدوا بخور، أخدوا أي حاجة إحنا بنعملها هنا في الكنيسة. زحمة 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 زحمة، لكن بتروح وحياتك زي ما هي، مش فرحان، مش سعيد، مغلوب، مستعبد لخطايا، ضعيف، مكتئب. طب انت لسه انت حتى داخل على المناولة وانت مكتئب وبتروح مكتئب، في ايه؟ What's wrong؟ اسأل نفسك. اسأل نفسك. ليه أنا بعمل كده؟ ليه أنا باجي وبروح وأنا ذا سيم؟ أنا ممكن ألبس كويس وأضحك على نفسي وأضحك على الناس وأقول لهم أنا زي الفل، بس أنا من جوه تايه، من جوه ضعيف، وكلنا مغلوبين،
بالعكس احنا حلوين قوي ان احنا نمثل على بعض، ومن تاني نعيد ونصوم ونفرح ونعمل زفة، لكن في ضعف، في هزيمة، في انكسار. وشوف نفسك انت بتروح في الخفاء بتعمل ايه، وفي شغلك بتعمل ايه، وازاي بتتحايل، وازاي بتكسب بطريقة مش صح، وازاي كلامك ملتوي، وازاي 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 وازاي. واجه نفسك قصاد مراية المسيح، قصاد الكلمة، قصاد الحق، قصاد الحق. فهل انت من 90% اللي بيقولوا اسم يسوع كده وخلاص، ولا 10% اللي هيرجع ويسجد ويعرف هو واقف قصاد مين، وياخد ويشبع ويفرح ويتحرر من عبوديته، يتحرر من خطاياه، يتحرر من عادات متملكاه، من حتى من ايام شبابه، ويتحرر ويفرح ويكبر ويصير من مجد الى مجد. لو انت بس مكتفي انك انت قاعد في صفوف المتفرجين، good for you، خلاص انت اخترت كده. لكن في الاخر هتواجه الحقيقه برضو، انت كنت فين من كل الحاجات اللي سمعتها وانت قاعد وانت مكتفي بالفرجه، واكتفيت انك انت عايش في مظاهر شكليه. لكن النصر الحقيقيه والفرحه والحريه، هلو حاجه، الفرحه الحقيقيه اللي احنا بندور عليها فرحه الحريه، مش فرحه ان انا ربنا معايا ومباركني واولادي كلنا عاوزين يبقى اولادنا حلوين وعندنا بركه وعندنا صحه كلنا وانا اولكم، بس في اخر اليوم الواحد بيفضل لوحدك خلاص، ولسه في حاجات برضو من جوه مضايقاك وتعباك. لكن الفرحه الحقيقيه فرحه الحريه، ان انا مش خايف من بكره، ان انا مش خايف من الموت، مش خايف من خطيه حتى، مش خايف من الشر، مش خايف من اي شيء في الحياه. انا فوق ليه؟ لان انا صعبت معاه، لان انا مختبئ فيه، أجلسنا معه، أقامنا معه، وأجلسنا معه في السماوات. أنا فوق الضعف ده، يس أنا عايش في الضعف، متأثر بالضعف، لكن حق المسيح بيحررني. فالنهاردة حد النصرة، وده اللي يأهلنا للحد اللي جاي، حلول الروح القدس، عطية الروح القدس. هناخد قوة متى حل الروح القدس علينا. آخر حاجة النهاردة أقولها لكم في البولس، سمعنا شكرا لله الذي أعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح. فلذلك يا إخوتي، بناء على أن احنا منتصف شخص المسيح، كونوا ثابتين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب دائما، مكثرين في عمل الرب دائما. ابتدي عيش للمسيح، ابتدي اكثر في عمل الرب، ابتدي حبه، افرح بيه، اخدمه، اعرفه، اسمعه، اتكلم معاه، اطلبه، اشتهي محضره، اشتهي انك انت تشوفه، اشتهي انك انت هتفهمه اكتر. وابتدي تقضي حياتك وتقضي يومك، او تخصص وقت من يومك، ده يوم الرب، ده وقت الرب. ابتدي اقرأ، افتح نفسك على حق الله، اطلب المعرفة، اطلب وجه الله. نبتدي نبقى شعب فاهم وساجد بالروح الحق. لإلهنا كل مجد إلى أبد.